كابتن أسامة، هل في مثلا عوامل خارجية أثرت على أداء النادي الأهلي النهاردة؟ يعني مثلا هل زي ما كابتن بلال مثلا قال في البداية، الملعب مثلا مش بحالة جيدة، ظروف الجو، ولو إن درجة حرارة 33 يعني طبيعية بالنسبة لنا، حتى إحنا بنلعب في أجواء الصيفية أكتر من كده. لا، الملعب شكله كويس، واحنا كلنا لعبنا في السودان قبل كده كتير، والملاعب ما كانتش بالمستوى ده. يعني انا شايف ملعب جيد، يعني كويس، يعني ما اعتقدش درجة الحرارة برضو هي اللي مأثرة لكن واضح ان في تعب، في اجهاد باينة جدا أيوة. جدا. اصل التعب البدني ده بتحسه فيها ايمن، تعالى سرعة الانطلاق للعيبة، سرعة مظبوط الجري، مش ما تحسش خفة الكرات الحركة، المشتركة مظبوط ما مش موجودة، يعني فيها حدة كده، بتحس انك انت فايق. تعالى مثلا للكميات الجري حتى طوال المباراة، يعني عارف انت تحس ان الخطوات ما فيهاش، انت المباريات يا ايمن انت بتعمل ايه؟ من سرعة خفيفة لمتوسطة لسبرنت، مظبوط في انت تدرج، تحس ان الريتم كله ايه، 50% واحد يعني على القد يعني. فده واضح ان في تعب، والتعب البدني بيأثر ذهنيا. ما انت لما تكون مجهد بدنيا وذهنيا، الاتنين بيأثروا على بعض. سواء اصل لو اتكلمنا في النقطه دي يا كابتن اسامه، هنقول ان يبقى الفتره اللي جايه هيبقى التعب زياده، لان اكيد انت بتلعب 18، هتلعب دوري 22، عندك ماتش 25، وبعدين عندك ماتش 29 او 28، وبعدين عندك ماتش يوم. يعني عشان كده ان شاء الله اداره المرحله الجايه من مستر موسيماني والجهاز المعاون ليه هتبقى مهمه جدا، لان في وقت لازم بعض اللعيبه تريح. يعني انت تعالى لمحمد عبد المنعم مثلا، لحمدي فتحي، لعمرو السوليه، النهارده مش في حالتهم خالص، مش في حالتهم خالص. يعني تحس انه عارف اللي هو مش قادرين. طبعا لعبوا كام ماتش، 7 ماتشات في افريقيا، قول كل واحد فيهم لعب له على الاقل خمسه منهم فيهم 4 ماتشات 120 دقيقه، ثم انتقال بسفر للامارات ولعبوا الماتش اللي هو بتاع التالت اللي خدنا فيه البرونزيه، ثم يومين ثلاثه اتلعب ماتش النهارده. فواضح ان في تعب، اكيد الماتشات الجايه هتبقى مضغوطه كده، لابد ان هيبقى اللي هي بقى عمليه الاحلال دي، وانك ازاي تريح ده امتى، وازاي تلعب اللي هو حد تاني عشان ده الاستشفاء بتاعه يجي، ما يبقاش تعبان متكرر، هيبقى مرهق. فدي واحده. وبقيت حتى علي معلول، النهارده شكلا بيحاول بيطلع للجنب الشمال وكده، بس برضه تحس حركته تقيله. حتى من علي معلول مش من الناس اللي بتضيع الكره بسهوله، اكتر من كره على ال 18 يطلعها تطلع ل 4 متر لواحد من لعيبه السودان. مين تاني؟ حتى ديانج، يعني على الاقل ديانج افضلهم شويه، بس برضه مش في حالته خالص. طاهر كان بعيد خالص، على عبد القادر بعيد خالص، محمد هاني واقف في الحته المتمركز دفاعيا، مفيش اي هجوم تقريبا طوال ناحيه اليمين، مفيش تقريبا هجوم. صحيح. ياسر بيقاوح شويه، يعني ياسر ايه احيانا بيغلط في بعض الالعاب، لكن شال كورتين ثلاثه وتحس برده يعني في عافيه شويه. وعلي لطفي شال كوره في الدقيقه 67 اللي هي كانت هجمه مرتده، الهجمه المرتده دي طلع 10 على 10 دي انفراد. لو هو مش في المكان ده، يعني الشاشه قبل ما كانت تجيب علي احنا قلنا جو، يعني هو انفراد لقينا علي واخدها. فانت بتتكلم على علي مثلا، انا بديله عشان الكره دي تحديدا، ياسر الى حد ما شويه، ديانج، الباقي كله تحس فيه. فالنتيجه حتى واحنا حالتنا كويسه، ساعات لما نتعادل بره ملعبنا في دوري مجموعات انت بتجمع نقط، النتيجه ما مش معترضين عليها، عادي انك تطلع متعادل، بس واضح ان في تعب بدني وذهني مؤثر على اداء اللعيبه. حتى الحاجات اللي بنتحول فيها سريع، كان بيبقى 2 أو 3 مدافعين من السودان، وانت رايح 4 5 مش قادرين، يعني تحس فيه تعب. وكمان لما اتعمل التغييرات، احنا قلنا قفشه وينزل وحسين الشحات وبتاع، ما اضافتش كتير قوي، يعني باستثناء كره قفشه طبعا اللي جت في القائم. فهو يوم عدى زي ما علاء قال وشريف، انه خلاص احنا مش في الحاله الحلوه بتاعتنا، بس عملنا نتيجه تعتبر معقوله جدا في بدايه المشوار. ثانيا انت بتجمع نقاط في المجموعه، انت عايز تطلع طبعا نمره واحد اول،
مفيش شك في كده، لكن حتى لو في أسوأ الفروض بتطلع تاني، انت المهم بتعدي المرحله اللي هي بتاعت فانت كده النهارده الهلال السوداني خسران 5 نقط دلوقتي، خسران ماتش الاولاني بره ملعبه مصاب 3-2 مظبوط فالاثنين، لكن انت واخد انت عكس بقى، انت واخد في اول ماتش ليك بونت بره والماتش الجاي على ملعبك فانت من الطبيعي بعد التعادل ده فرصك بقت انت وصن داونز هتبقى كبيره جدا للوصول للدور الجاي، فالنقطه معقوله في ظل هذا الاداء اللي ايه القليل النهارده، وخصوصا كمان يا كابتن اسامه علشان الكل يعرف ان مباراتي المريخ السوداني على ملعبك في مصر برضه. ما شاء الله يعني، فخلاص يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني النادي الاهلي يتاهل ان شاء الله. وبالنسبه لفرقه الهلال كمان الشوط الثاني هم نفسهم وقعوا يعني، هم حتى اقل من الشوط احنا قلنا كده في البدايه، وقلنا ان هم بيبداوا الشوط الاول بحماس زايد عن الحد شويه وبعدين بيهدى الريتم الشوط الثاني. مظبوط يعني، حتى ما بتحس الشوط الثاني ما لهمش حاجه خالص يعني، اكتفاء هي الكره يطلعها علي لطفي من على 18 دي وكورنرين ولا حاجه، كورنر يعني فيها اشتراك مش ما فيش خطوره، وقال له حتى في نص الملعب اللي كانوا مسيطرين على الشوط الاولاني. صحيح. فالنتيجه يعني بصراحه في المجمل الماتش هي نتيجه عادله.